نبقى مع غرائب المخلوقات ولكن من أعماق البحار هذه المرة. تنين البحر الأزرق يبدو وكأنه مخلوق صغير غير مؤذي، ولكن في الواقع هذا الحيوان الصغير ممكن أنه يقتل حجم أكبر منه ضخامة، فعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه لديه القدرة على قتل أشياء أكبر منه بسهولة. وهو من الحيوانات الرخوية البحرية ذات اللون الأزرق، تمضي حياتها تطفو وتغطس على السطح، ذلك بسبب وجود كيس مملوء بالغاز في معدتها. إذ نظرت إليها من أعلى فهي زرقاء، مما يساعدها على التخفي في مياه المحيط، لكن إذا نظرت إليها من أسفل فهي تميل إلى اللون الرمادي، مما يخفيها أحياناً عن الأنظار، تحميها طبيعتها من الكائنات المفترسة. يجمع هذا المخلوق السم من إحدى فرائسه السامة، خاصة قنديل البحر، ويقوم بتخزين هذا السم، واعتماداً على كمية السم اللي بيخزنه هذا المخلوق، فإنه يستطيع أن ينتج لدغة أكثر فتكاً. يمكن وصفها بأنها شعور مثل السكين الساخنة على الجلد. يعيش في المياه الاستوائية، ويمكن العثور عليه في المحيط الهادئ والأطلسي والهندي. كذلك يعيش حياة تشبه حياة الرحال البدو، لأنه يطفو حيث تأخذه الرياح. يحتوي التنين الأزرق على أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة، تتزاوج تنانين البحر الزرقاء وينتج كلا الحيوانان البيض على شكل سلاسل.